mamá <music> أعزائي الطلبة والطالبات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الدروس اللغة العربية المرحلة الإعدادية الصف الأول الأعدادي النهارده هندرس مع بعض الفصل الثالث لقصة عقبة ابن نافع وهو بعنوان رسالة عقبة إلى عمرو زي ما تعودنا اعزائي الطلبة ان احنا بنحط ملخص عام للفصل اللي بندرسه وده من خلال نقاط او فكر معينة خاصة بفصل القصة اول فكرة معانا النهاردة في فصل آه الفصل الثالث رسالة عقبة الى عمرو بتقول وصف عقبة في كتابه العمر ابن العاص ما يعانيه اهل بركة من ظلم الروم الفكرة الثانية بتقول آه وقد زاد ذلك من كره اهل بركة للروم وجعلهم يتطلعون إلى الإسلام ومبادئه السامحة التي تنقذهم من ظلم الروم آه النقطة الثالثة أو الفكرة الثالثة معنا آه وطلب عقبة من عمرو سرعة فتح آه فتحة إفريقية آه وأكد له أن الله سبحانه سينصره على الروم كما نصره عليهم في الشام ومصر الفكرة الرابعة وما إن قرأ عمرو رسالة عقبة حتى قام بتجهيز جيش من عدة آلاف مقاتل وزحف إلى برقة، الفكرة الخامسة واستقبل أهل برقة ودي آخر فكرة معانا واستقبل أهل برقة عمرو أروع استقبال ورحبوا في ورغبوا عفوا ورغبوا في الدخول في الإسلام ومن بقي منهم على دينه دفع الجزية مقابل الحماية والخدمات. وبعد ما خلصنا الفكره الرئيسه او اهم النقاط اللي بيدور حولها فصل النهارده تعالوا نشوف مع بعض الاسئله الخاصه بفصل الفصل الثالث اول سؤال من خلال فقره معانا بتقول انني تبينت من خلال اختلاطي باهل هذه البلاد انهم يكرهون الحكم البيزنطي من صاحب الرساله ولمن ارسلها وما المقصود باهل هذه البلاد طبعا القائل معروف معانا هو عقبه ابن نافع وارسلها الى عمرو ابن العاص والمقصود باهل هذه البلاد هم اهل برقه السؤال رقم 2 السؤال الثاني معنا كيف كان الروم يعاملون اهل هذه البلاد هنقول كان الروم يعاملون اهل هذه البلاد معامله سيئه حيث فرضوا عليهم ضرائب باهظه وكلفوا الموظفين بتحصيل الضرائب بالغلظة والقسوة سؤال رقم ثلاثة لماذا لم تشعر القبائل البربرية بالأمن في ظل حكم الروم؟ هنرد ونجاوب مع بعض ونقول لأن الروم لم يحكموا البلاد بقانون يحمي الأور... الأرواح والأموال وينظم وسائل التعامل بين الناس سؤال رقم أربعة ما الذي عجل بفتح الإسلام لبرقة؟ السؤال ده أعزائي الطلبة ليه إجابتين أو سببين السبب الأول هو سوء حكم الروم لهم السبب الثاني أن أهل برقة يمتازون بالخلق الطيب والنفس السمحة في سبب ثالث كمان هيظهر معانا يبقى هنا السؤال ده ليه ثلاث أسباب لازم نجاوب الثلاث أسباب بالتفصيل اول سبب قلنا سوء حكم الروم لهم ثاني سبب ان اهل بركة ان اهل برقه يمتازون بالخلق الطيب والنفس السامحه السبب الثالث معانا ينظرون الى الاسلام على انه المنقذ الوحيد لهم من سيطره الروم السؤال الخامس معايا على ما اهل برقه عقبه وهل وفوا بعهدهم الاجابه عهد أهل بركة عقبة على دخول الإسلام في أول لحظة تطئ فيها أقدام الجيش الإسلامي أرض مدينتهم ولقد وفوا بعهدهم أما من ابتنع منهم فقد رضي بدفع الجزية السؤال السادس ماذا فعل عمرو بن العاص عندما وصلت هذه الرسالة إليه؟ الإجابة ما كادت رسالة عقبة تصل إلى عمرو حتى جهز جيشا مكونا من بضعه الاف مقاتل وانطلق به الى برقه وهناك استقبلوا اهلها اروع استقبال ورغبوا في دخول الدين الاسلامي السؤال السابع معنا من خلال فقرة، الفقرة بتقول: كانت القبائل البربرية ترى في قدوم الفاتح العربي عمرو بن العاص وجيشه بشائر الفجر الجديد الذي سيطل عليهم بنور العدالة ويزيل ظلام الإستعباد والإستبداد الذي عاشوا فيه قرونا عديدة. السؤال بيقول: لما استبشرت القبائل البربرية بقدوم عمرو إليهم؟ الإجابة: لأنهم رأوا في قدوم الفاتح العربي هنلاحظ أن الإجابة من الفقرة نفسها فالإجابة بتقول لأنهم رأوا في قدوم الفاتح العربي عمرو بن العاص وجيشه بشائر الفجر الجديد الذي سيطل عليهم بنور العدالة ويزيل ظلام الاستبداد الذي عاشوا فيه قرون عديدة تحت الحكم البيزنطي السؤال رقم 8 تحدث عن استقبال أهل بركة لعمر وجيشه هنجاوب ونقول: استقبل أهل برقة عمرو وجيشه أروع وجيشه أروع استقبال، ورحبوا به أبلغ ترحيب، ورغبوا في دخول الإسلام، أما من امتنع منهم فقد رضوا بدفع الجزية وقدرها ثلاثة عشر ألف دينار سنويًا. آخر سؤال معانا في فصل النهاردة سؤال رقم تسعة: بما تميز أهل برقة؟ على كثرة عددهم هنقول تميز أهل بركة على كثرة عددهم بالخلق الطيب والنفس السمحة وبكده نكون أنهينا مع بعض فصل النهاردة الفصل الثالث لقصة عقبة ابن نافع أتمنى تكونوا استفدتوا معايا إن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية بالنسبة لقصتنا قصة عقبة ابن نافع في فصل جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته